السلام عليكم ورحمة الله وبركات السادة المتابعين والمشاهدين، دمتم بصحة وسلام وأمان إن شاء الله سبحانه وتعالى. في البداية نريد أن نقول لكم بأننا توسعنا في مجال التصوير وخرجنا الآن خارج نطاق الجمهورية العربية السورية. نحن الآن في مدينة اسطنبول كما تشاهدون. أول ما قمنا تصويره بمدينة اسطنبول هو مسجد السلطان العثماني محمد الفاتح رحمه الله. نرجو منكم من كل السادة المشاهدين والمتابعين نشر هذا الفيديو على أوسع نطاق، لأنكم تعلمون أن مثل هذه الفيديوهات هي مكلفة جدا لنا ولغيرنا، والمشاركة بالإعجابات والاشتراك بالقناة. شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا. طبعا في البداية مسجد الفاتح هو مسجد بني في عهد الدولة العثمانية، يوجد في منطقة الفاتح في مدينة اسطنبول التركية، ويعد مثالا عظيما على فن العمارة الإسلامية في مدينة اسطنبول، ويمثل مرحلة مهمة من تطور فن العمارة التركية القديمة. وقد سمي هذا المسجد على اسم السلطان محمد الفاتح العثماني. طبعا ان ما تشاهدونه في البداية هو السور الخارجي للجامع الذي يضم عدة مباني سوف نتكلم عليها لاحقا. يعد مسجد الفاتح بناء دينيا واجتماعيا في آن واحد، حجمه وتركيبه لا مثيل لهما، وقد بني فيما بين عامي 1463 وعام 1470 بأمر من السلطان محمد الفاتح في موقع كنيسة بيزنطينية قديمة كانت قد دمرت وخربت منذ الحملة الصليبية الرابعة، فليس المسلمون هم من دمروها. وقد بني هذا المسجد قديما بتصميم من المهندس المعماري عتيق سنان. يوجد حول مسجد الفاتح مجموعة من الأبنية المشيدة بتخطيط جيد، وتشمل هذه الأبنية 8 مدارس ومكتبة ومستشفى ونزلا للمسافرين وبيتا للمسافرين وسوقا وحماما عاما ومدرسة ابتدائية ومطبخا عاما كان يقدم الطعام للفقراء، وقد أضيف حوله العديد من القبور أو المقامات فيما بعد. وقد بني البناء الأصلي على شكل مربع، طول ضلعه حوالي 325 مترا، يمتد على طول منطقة القرن الذهبي. تعرض المسجد الأصلي لضرر بالغ بسبب زلزال عام 1509، ولكنه تم إصلاحه بعد ذلك، ثم تعرض للضرر مرة أخرى بسبب الزلزال في عامي 1557 وعام 1754، وأصلح مرة أخرى، أي تم إصلاحه. ثم تعرض المسجد لزلزال دمره بالكامل في 22 من شهر أيار عام 1766، حيث انهارت القبة الرئيسية وتحطمت الجدران بشكل لا يمكن إصلاحه. أما المسجد الحالي فقد بني على أساس مخطط مختلف تماما عن المسجد
الأصلي، وأنهي بناؤه عام 1771 في عهد السلطان مصطفى الثالث. مسجد الفاتح الأصلي كان فيه قبة واحدة مركزية، كانت مدعمة بقبة أخرى لها نفس طول القطر ومعلقة على أربعة أقواس، وقد كان طول قطر هذه القبة 26 مترا. أما المسجد الجديد الذي بني في عام 1771 بأمر من السلطان مصطفى الثالث بعد زلزال عام 1766، فقد بني على شكل مربع وله قبة واحدة مركزية مدعمة بأربعة قباب صغيرة. أما ساحتها وبوابة المدخل الرئيسية والأجزاء السفلية من المآذن فقد بقيت من البناء القديم، أما الأجزاء الجديدة التي بنيت عام 1771 فقد بنيت على طريقة المعمار الباروكي. داخليا البناء الداخلي لمسجد الفاتح هو نسخة عن تصاميم سابقة صممها المعماري سنان آغا، واستخدمها أكثر من مرة كما استخدمها غيره من المعماريين في اسطنبول. القبة المركزية التي يبلغ طول قطرها 26 مترا مدعمة بأربع قبب صغيرة على كل محور، وهي مدعمة بدورها بأربعة أعمدة رخامية، وهناك مئذنتان لهذا المسجد متطابقتان في الشكل. أما منبر المسجد والزخارف الخطية التي تنتشر في أنحائه فهي تتخذ الطابع الباروكي، وأما المحراب فهو نفس محراب البناء القديم. طبعا قبل نهاية هذا الفيديو، نحن دائما نتمنى تشجيعكم لنا ودعم هذه القناة، فبتشجيعكم ودعمكم لنا طبعا نحن نكبر بوجودكم ونصغر بعدمكم. نتمنى منكم كأصدقاء متابعين وأخوة مشاهدين مشاركة هذا الفيديو على أوسع نطاق. بارك الله لي ولكم بهذا الشهر الفضيل، وكل عام وأنتم بألف خير، ونتمنى لكم طيبة المشاهدة في هذا الفيديو. تابعوا هذا الفيديو إلى النهاية إن شاء الله، نهاية طيبة، وكل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة واليمن إن شاء الله.